السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي آخر تكنولوجيات عليها اهتمام الفترة القادمة في بالنسبة لجمع المعلومات، السنسورز والإنترنت سينجس والثري دي سكانينج، ومعنا التقنيات في الأوتوميشن بروسيسنج، الروبوت وثري دي برينتينج والدرون. بالنسبة للديجيتال انفورميشن اند اناليسيس، رقم واحد ديجيتال بيلدينج انفورميشن مانجمنت البيم، والفيرشوال اوجمانتد رياليتي وده معتمد على البيم، من غير البيم ما ينفعش يدخل، والارتفيشال انتليجنس وده معتمد على البيم، والديجيتال توينز وده برضه معتمد على البيم. هنيجي هنلاقي ان الثري دي سكاننج بنعمل ربط بينه وبين الانترنت اوف ثينجز، وبنربطه برضه بالروبوتس، والدرون بيجمع المعلومات ونربطه برضه بالانفورميت الانترنت اوف ثينجز، الثري دي سكاننج من خلال الدرون، والذكاء الصناعي برضو بيساعدنا، بحيث ان احنا بعد كده نقدر نعمل موديل بيم، وممكن من خلال البيم دوت نقدر نطبعه 3 دي برينتنج، وممكن نشوف الموديل دوت من خلال الفي ار، والبيم بيعمل ابديت مع الديجيتال توينز. دي مراحل البناء عندنا في مرحلة الديزاين. السنسور ممكن يدخل معانا من اول مرحلة لاخر مرحلة. 3D سكان بيبقى موجود معايا في مرحلة الديزاين ومرحلة الكونستراكشن، أكيد مش هيدخل معانا في مرحلة الأوبريشنز. ممكن في الديمولش نستخدم 3D سكان. في مرحلة الكونستراكشن ممكن نستخدم 3D برينتنج بحيث إن احنا نبني المبنى، والروبوت والإنترنت سينجس بيدخل معانا مرحلة الكونستراكشن والأوبريشن الديمولش. طبعا بيلدينج انفورميشن موديلنج في كل المراحل هو فيرتشوال رياليتي والارتفيشال انتليجنس. الديجيتال توينز بيبدأ معايا من مرحلة الكونستراكشن والأوبريشن والديمولش.